ما هو مسرح المستقبل؟ المسرح الذي يستطيع الجميع المشاركة فيه، فهو مسرح يعتبر الجميع فيه فنانون، كما أنه يراعي البيئة والتعدد الثقافي والديني واحترام الثقافات المحلية وحقوق الإنسان العالمية. مسرح يساعدنا على إيصال مشاعرنا ويزيد من قدرتنا على فهم الواقع، يجعلنا قادرين على فتح حوار مع الأشخاص من حولنا، ويشجع على النجاح الاجتماعي، ويقود الطريق لإحداث تغيير اجتماعي إيجابي. فما هو هذا المسرح؟ إنه مسرح الكرنفال. أنا أحمد صالح، منشئ ومؤسس مسرح الكرنفال من المدينة للفنون. ما هو مسرح الكرنفال؟ طريقة جديدة تسمح بالابتكار، تجمع بين فنون مختلفة في مساحات بديلة، ويستطيع أي شخص مع أي مجموعة أن يقوموا بها. تطرح مشاكل اجتماعية وتستفيد في حلولها من التنوع الثقافي، وتدعم المساواة بين الجنسين. يستهدف المجتمعات المهمشة والمحرومة والمجموعات التي لديها خصوصية، سواء كانت ثقافية كالنوبيين والبدو والقادمون الجدد، أو خصوصية عمرية أو جنسية كالنساء والشباب والأطفال، وكذلك الفنانين والأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين. يتم ذلك في إطار من البهجة، ويسمح بالتفاعل مع المجتمع المحيط والمشاركة الاحتفالية للجميع، مؤدين ومتفرجين. إلى أين يؤدي هذا؟ المجتمع سيحب المجموعة الكرنفالية، ويفهم قيمهم الثقافية التي كونوها بنفسهم، ويستعمل وجهة نظرهم للواقع، ويشاركهم في حوار مفتوح. أين يقدم مسرح الكرنفال؟ في الشارع، الساحات المفتوحة، قاعات الاحتفالات، وأيضاً المسارح. من من الممكن أن يشارك في العرض؟ مسرح الكرنفال يؤمل أن من حق الجميع المشاركة في تجربة فنية. أياً كان ما تظن عن قدراتك الفنية، فإن مسرح الكرنفال سيكشف لك أن قدراتك غير محدودة، وأن أي شخص مهتم بالإبداع والتغيير الاجتماعي مع مجموعة يستطيع عن طريق مسرح الكرنفال أن يعبر فنياً عن رأيه، ويحدث بهجة كرنفالية واحتفالية في أي مكان. كيف نؤسس كرنفالاً؟ كونوا مجموعتكم، اختاروا قضية اجتماعية، أوجدوا مساحة للتدريب، واختاروا أماكن العروض خاصة في الشارع والساحات المفتوحة. رتبوا الأمر مع السكان أو أصحاب المقاهي أو كبار الحي، أو مع جمعية أهلية أو مركزا للشباب. ولا تنسوا أن تخبروا السلطات المسؤولة بمواعيد العروض وأماكنها. إذا كنت جاهزا ومتحمسا الآن للمشاركة، كون مجموعة مع أصدقائك، واستعدوا لتكونوا من الكرنفاليين، وراسلونا هنا على صفحتنا إذا كنتم ترغبون في المساعدة.